والله مزيانه، حتى الكرسي هو ثاني والبير وتبارك الله عليه. هاي هاي عسلامة، مرحبا بيكم. اللي يحبوني يكون موجود هنا، هو اللي يقدر في بقعتك تفل وهاي يحط اللوت الكومنتات وجاي. انت مش تعمل اللي هاي في لمين؟ انا برشت بيروك يرحم والديك، مش نورمال يا رسول الله. جبناه ضيف عاملين فيه مزية جاكري ولا ملاك، الواحد ما عادش يجي له طار في البلاد ولا شني ملا لعب. اي عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من لو شو، تجيكم على باج واو نرجع فيها على اهم الاحداث اللي صارت في بلادنا البريود اللي تعديت. هيا يا سيدي، كيف ما خذاو تلامذة الكرنيات نتاعهم ولا زيتيديون، كيف ما رجعوا لهم النوتات تاع الاكزامينات نتاعهم؟ اسكت بركة، خليها بست الربي. ليلة الانتخابات تونس زادة عطاوها النوت نتاعها، ولم كنتي جابت نوت حموم. عليك التقوى. اي نعم والله، كيف نحكي لك، نهار 28 جا في وكيلة التصنيف هذيك موديز، عرفتوها؟ لامك صنفها هذيك، هي هبطت التصنيف نتاع تونس من سي ا ا 1 لسي ا ا 2. ايش هي هالسيسيسيات هذوما؟ باش ما صعبوهاش، تو سامبلومون جات موديز قالت لتونس يا وخايتي راكي ماشي في ثنية غلطة خلاص، وراهو ما صلحت حتى شيء في الاقتصاد نتاعك، وكان تقعد في نفس الثنية بري على روحك اقعدي في نفس الثنية، اما راكي باش توصي تبوسي الحيط وما عادش نجم تخلص القروضات اللي عليك عام السنه. ما هو لاباس تصنف فيه. لهنا نفسر لك يا خي، موديز هي واحدة من الشركات الكبار ووكالات التصنيف كيف فيتش و اس ام بي اللي خرجوا تقارير على البلدان واللي يحكيوا فيها على حالة الاقتصاد نتاعهم. مثلا بلاد كيف تونس تحب تسلف برشا فلوس من برا، تمشي لواحدة من الشركات هذوما وكالات التصنيف تقول لها اسمع راني داخل على سيزون نتاع رشيقة ورمو وفلوس وخوذ وهات وتسليف، ونحبك تعملي لي طلع على الاقتصاد نتاعي وتعطيني شنو هي حالته. التقارير هذه يعاونوا المستثمرين والبلدان اللي باش يسلفوا فلوس يعرفوا هل البلاد هذيك بالرسمي تنجم تمنها وتسلفها فلوس وراهي باش ترجع لك في الوقت، والا كان سلفتها امسح على فلوسك وقول لهم باي باي. بالنسبه لحالتنا احنا في تونس، السي ا ا 2 هذيك معناتها راهي البلاد هذيا فيها برشا ريسك، وامور الاقتصاديه ماهيش رابحه، كان باش تسلف فلوسك هبلاد ولا مستثمر راهو على ضمانتك. فهمت تو؟ يقول قايل يا اخي علاش انا نحكي لكم على النوتات طالعه هابط اقتصاد يا اخويا، يعطيو فلوس داخل خارج. هيا تو شدوا لي رواحكم بالكدي بالكدي. حسب احصائيات خرجت بديدة تالي مع المعهد الوطني الاحصاء، يقولوا انه نسبه الزواج في 5 سنين اللي فاتت نقصت بنسبه 33%. ثبتي والله كيف نحكي لك، اصبري سادتي ما تبديش تنفض علينا. في 2016 تكتب تقريبا 198 الف صداق، يعني عقد تاع زواج. بعد في 2020 لقاو فما كان 65 الف كاو. مش هذا بركه، هو صحيح العرس في تونس نقص، اما نسبه الطلاق زادت تقريبا بنسبه 30%. يا ناري على روحي يا ناري. في بالكم كهو؟ ابدا. تتفكرات اللي قريناها في جغرافيا، اوروبا مجتمع متهرم وتونس مجتمع شبابي وقاعدته عريضه، حتى ذيك نجموا تمسحوا عليها وتبيبولها وتودعوها، على خاطر في العشر سنين اللي فاتوا نسبه الولادات نقصت بنسبه 30%. يا ربي على تونس يا ربي. يقول قايل علاش هذا كل قاعد يصير؟ هو الحقيقه فما برشا اسباب. من جهه هو انه التوانسه ما عادش يمنوا ويثقوا في منظومه الزواج كمنظومه، على خاطر يشوفوا فيها برشا عيوب اكثر من الباهي اللي فيها. هما راهو هما قالوا، واللي فوق هذا كله انه الدنيا غلات، هذا وضع هذه حياه. حسب تبربيش ما هنا ومن غاديك، نلقاو انه العازب في تونس لازم على الاقل ما بين 1,500,000 و2 ملايين باش يبدا يعيش وجو باهي. تودي اقسم بالله انا بيدي شوكي. اما السؤال هنا هو وين الدوله في هذا الكل؟ وعلى ذاك باش نحكيهم على مسؤول لول في البلاد بصفه حصريه كالعاده في علقلي مع العرجقلي. عسلامه مرحبا بيك سي العرجقلي، هنا باش نسامحوك على محاولتك الافتكاك والانقلاب على البلاصه هذيا. برا بركة انت ود البرنامج، ولكن في الموضوع نتاعنا الاحصائيات اللي كنا نقولوا فيها مخيفة جدا، لو كانت تعطينا شنو رايك وشنو محضرة الدولة كاستراتيجية في الموضوع هذا. شكرا ليك يا فوليا الوهيل، والله يعني على بلاصة كانت مجرد دعابة مجرد مزحة، ولكن صحيح فما تقليد عندنا نحن وانه اللي يغيب في كل بلاصة صح هكا الضرب الضرب الضرب. سينو فيما يتعلق في سؤالك حول الزواج والشباب، فعلا هي معضلة معضلة كبيرة جدا، وتفكرنا كلنا في شبابنا بدرجات متفاوتة، ولكن كما قلت لي فإن الدولة عندها استراتيجية. نعم كيف العادة عندنا استراتيجية وعندنا أهداف، بقدرة قادر من هنا 2050 ساعة هذا الزواج نلغوه ما عادش موجود، نسبة الولادات بشكون أصفر
وهكا نحقوا وانه الشعب نتاعنا يكون فئه نادره وقليله في العالم. يعني لو كنت نحكيوا على الزواج خلينا نقولوا الموارد الماديه للشباب المنعدمه، ثودي انا بيدي نتفكر في اعوامي لو كان ما جاتش الصفقات العموميه من هنا ومن هناك، شويه ترويش من هنا ما نعرفش. وعلي لازمكم تفهموا الوضعيه الاقتصاديه، وفي نعرفوا علاش تعرسوا، علاش تحرصوا يا اخي انتم؟ اقعدوا كيكه راكم شباب، اقعدوا كيكه تنأجلوا موضوع العرس يا منحيه تصلح البلاد 10 20 200 سنه من بعد نشوفوا موضوع العرس. شكرا ليك سي العرجق اللي على المعطيات اللي تعطيهم لنا ديما وديما طيح لنا الماء في الركيب، تبارك الله عليك. شكرا مره اخرى على حضورك في البرنامج بتاعنا. اللي عنده سؤال سي العرجق يحطه في الكومنتات، واللي عجبته الحلقه زاد كيف كيف يحط جيم، يحط كومنتير ويبارتاجيها، ونحن نتقابلوا في الحلقه الجايه.